انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، مليون ومية وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الأعزاء في حلقة جديدة، حيث نسعى دائما لإظهار الحقائق والبحث عن الحقيقة في ضوء ما ورد في كتب النصارى. في الحلقة السابقة استضفت يسوع ليخاطب المسيحيين الذين يؤمنون بألوهيته، وقدم من خلال الكتاب الذي يؤمن به النصارى الأدلة على أنه ليس إلها بل نبي ورسول من عند الله. ورغم كل الأدلة الواضحة التي طرحها يسوع، فقد جاءت العديد من التعليقات من بعض المسيحيين تنكر هذه الأقوال وتزعم أن هناك نصوصا أخرى تؤكد ألوهيته، وتستشهد بنبوءات تقول عكس ما صرح به يسوع في الحلقة. ونتيجة لذلك قررت توجيه الدعوة ليسوع مرة أخرى ليجيب بنفسه عن هذه التعليقات والتساؤلات. في هذه الحلقة سوف يقدم إجابات مباشرة ربما تحمل مفاجآت للكثيرين، وأدعوكم لمتابعة الحلقة حتى نهايتها، فقد تجدون فيها من الحقائق ما لم تتوقعوا. قبل أن نبدأ أود أن أنوه إلى نقطة أثارها بعض الإخوة، وهي موضوع عرض صورة المسيح، حيث ذكروا أن الإسلام حرم تجسيد صور الأنبياء. نعم أعلم أن تصوير الأنبياء محرم في الإسلام، ولكن ما عرضته هنا ليس صورة لنبي عيسى عليه السلام كما نؤمن به نحن كمسلمين، وإنما هي صورة يسوع الأناجيل كما يؤمن به النصارى. هذه الصورة انطبعت في أذهانهم لقرون، فلعل ذلك يترك أثرا إيجابيا في نفوس من يبحث عن الهداية. وفي النهاية أقول كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل وما توفيقي إلا بالله. نحن سعداء بعودتك معنا في هذه الحلقة بعد الحلقة السابقة التي قدمت فيها حججا واضحة من الكتاب المقدس، وأوضحت أنك رسول من عند الله ولست إلها. تلقيت العديد من التعليقات من بعض المسيحيين الذين ينكرون ما قلته ويرفضون فكرة أنك مجرد رسول. هم يستندون إلى بعض النصوص الواردة في كتابهم المقدس ويصرون على أنك إله، فكيف ترد على هذه الإدعاءات؟ وهل أنت مستعد لتوضيح الأمر مرة أخرى والرد على هذه النصوص التي يقدمونها؟ أهلا بكم مرة أخرى. أولا أريد أن أوضح أن ما كتب عني أو ما يقال عني مستند إلى نصوص من الكتاب المقدس الذي بين أيديكم، تلك النصوص التي تظهر بوضوح أنني لست إلها بل نبي ورسول أرسلت لهدايتكم إلى الله الواحد. ولكنني أرى أن البعض لا زال يرفض هذه الحقيقة ويستدل بنصوص أخرى على ألوهيتي. على سبيل المثال يقال إنني إله ولكنني لا أعرف كيف يعقل أن يكون الإله لا يعلم، ألم ينسب إلي في إنجيل مرقس؟ وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. كيف يمكن أن أكون إلها ولا أعلم موعد الساعة؟ الإله بطبيعته يعلم كل شيء، وهذا النص وحده كفيل لتوضيح أنني لست الإله. ثم دعوني أذكركم بما يقال إنني قلته في إنجيل يوحنا: لأن أبي أعظم مني. هذا اعتراف صريح بأن هناك من هو أعظم مني وأنني لست على نفس المستوى مع الله.
أنا رسوله الذي أرسلت ليدعوكم لعبادة الله الواحد. أما بالنسبة للنصوص الأخرى التي يزعم البعض أنها تثبت ألوهيتي، فإنني أدعوكم لقراءة هذه النصوص بعناية وتفكير، فقد يكون بعضها أضيف لاحقا، ولا أطلب منكم إلا أن تنظروا إلى النصوص الواضحة التي تفيد أنني نبي ورسول. التفسيرات التي تستند إلى نصوص غامضة أو متناقضة تحتاج إلى إعادة نظر. في النهاية أطلب منكم أن تتحرروا من تقاليد الكنيسة التي تضلكم، وأن تعودوا إلى الحقيقة الواضحة التي جئت لتبليغها. الله واحد، وأنا عبده ورسوله، ولست شريكا له في الألوهية. وأخيرا سيدتي الفاضلة، أنا مستعد للرد على أي استفسار يرد إليك من التعليقات. التعليق الأول: هل يستطيع النبي أو رسول أن يتنبأ بموته؟ لا أحد يستطيع غير الله، فالرب يسوع تنبأ عن موته وقيامته عندما قال في إنجيل مرقس: إن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد 3 أيام يقوم. يا من تستشهد بما يقال عني، دعني أوضح لك ما تغفله وأنت تقتبس من أقوالي المزعومة. نعم، نقل عني في مرقس أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد 3 أيام يقوم. لكن دعنا نتأمل هذا الكلام بتمعن، ولنبدأ بسؤال بسيط: هل الله يمكن أن يموت؟ كما ذكر بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين. فإن كنت أنت تؤمن أنني الله المتجسد، أليس من التناقض أن تقول إنني مت بينما الله لا يموت؟ كيف تقبل أن الله الذي خلق الحياة والموت يخضع لمشيئة الموت؟ إن كنت تسلم بموتي فأنت تنكر بذلك على الله خاصية عدم الموت. وإذا كانت النصوص تؤكد أن الله لم يره أحد، فإن فكرة تجسد الله في صورة يمكن للناس رؤيتها أو حتى تصويره بتماثيل أو صور تتناقض مع ما جاء في النصوص. كيف يمكن أن تقولوا إن الله هو من تجسد بصورة يمكن للناس رؤيتها بينما النصوص تؤكد عدم إمكانية رؤية الله أو تمثيله بصورة مادية؟ لكن دعنا نستمر في تفصيل ما يقال عني. قالوا إنني تنبأت بموتي وقيامتي بعد 3 أيام. حسناً، إن كان من المفترض أنني سأقوم بعد 3 أيام، ألم يكن ينبغي أن أقضي في القبر 3 أيام كاملة؟ فلننظر في النصوص. في متى يزعم أنني قلت لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. أليس كذلك؟ لقد قارنني كاتب الإنجيل بحال يونان. لكن دعنا نحلل الأمور بعناية. بحسب رواية صلب الجمعة قالوا إنني مت في مساء يوم الجمعة ودفنت ثم قمت صباح يوم الأحد. دعنا نعد الأيام والليالي: الجمعة ليلا ليلة واحدة، السبت نهارا وليلا يوم وليلة واحدة، ثم الأحد صباحا. أين 3 أيام و3 ليال؟ إنها لا تكمل إلا 2 ليالٍ وبعض، ما يخالف بوضوح ما قيل عني في النصوص التي يزعم أنها جاءت مني. إذن إن كان ما تستند إليه من نبوة وهو بقائي في القبر 3 أيام و3 ليال غير صحيح حسب النصوص نفسها، فكيف إذن يكون حديثك عن قيامتي بعد 3 أيام دقيقا؟ أليس في ذلك خلل في الرواية التي تعتمدها؟ ثم انظر إلى إنجيل مرقس حيث يقول: وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتين ويدهن وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس. أي أنني لم أمكث في القبر حتى كامل يوم الأحد. أهذا ما تسميه 3 أيام؟ دعني أذكرك بشيء آخر. في إنجيل لوقا تلميذاي في طريقهما إلى عمواس قالا: ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك. ولكني بحسب الرواية كنت قد قمت بفعل صباح اليوم الثالث، فأين الأيام 3 الكاملة؟ أريدك أن تفكر بتمعن. إذا كانت الرواية التي تؤمن بها غير متناسقة حتى في التفاصيل البسيطة مثل عدد الأيام، فكيف تستند إلى نبوءة مزعومة لم تتحقق كما يفترض؟ ألا يستحق الأمر إعادة النظر في تلك النصوص التي تعتمد عليها
وأن تتفكر جيدا في التناقضات الواضحة بين ما يقال عني وما تحقق فعليا. التعليق الثاني: سأل فيلبس الرب يسوع في إنجيل يوحنا وقال: أرنا الآب وكفانا. فقال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدة ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيه هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. فتح مخك يا بني آدم، لأنك يوما ما ستدان. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني. يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. كما يزعم البعض أو كما يقال عني، إن البعض يظن أن هذا النص يعني أن الآب والابن هما واحد حقيقة وليس مجازية، لكن تعالوا نستعرض هذا الأمر بوضوح. أولا، إن الذين يظنون أن الآب والابن هما واحد وحدة حقيقية وليس مجازية يعتبرون في نظر كنيستهم مهرطقين وصاحبي بدعة، كما في بدعة سابيليوس الذي يقول إن لا فرق بين الآب والابن وإنها مجرد أسماء. لكن الإيمان المسيحي يعلم أن الأقانيم الإلهية مميزة، فالآب ليس هو الابن، والابن ليس هو الآب، وكل أقنوم له اختصاصه الإلهي، والله ليس هو الكلمة، والكلمة ليست هي الله الكلي. ثانيا، إن هذا النص جاء في سياق مجازي، ولهذا يجب تفسيره مجازيا وليس حرفيا، وهذا ليس قولي وحدي، بل هذا ما يقوله علماؤكم أيضا. كما يقول القس جيمس بانس في كتابه علم اللاهوت النظامي: ينبغي أن تفسر النصوص تفسيرا مجازيا إذا كان السفر مليئا بالاستعارات التي لا تصح فيها التفسيرات الحرفية. ثالثا، دعونا نرى إذا كان السياق مجازيا أم لا. في يوحنا أقول: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. هل تعتقد أن الله يسكن في بيت إذا فسرنا هذا حرفية؟ وأيضا عندما أقول أنا هو الطريق والحق والحياة، هل تعني كلمة طريق هنا أنها حرفية، أم أن المقصود هو معنى آخر؟ إذا كنت تعتقد أن من رآني فقد رأى الآب بطريقة حرفية، فهذا يعني أنك تجعلهما واحدين حقيقية، وهذا يوقعك في بدعة سابيليوس، وتكون بذلك مهرطقا حسب تعاليم كنيستك. رابعا، أنت أيضا تخالف كتابك، لأن الكتاب المقدس يقول إن الله لم يره أحد، فكيف يمكن أن يكون هو المسيح والناس يرونه؟ النصوص التي تشير إلى هذا هي إنجيل يوحنا: الله لم يره أحد قط، وأيضا نص يقول: والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. ورسالة يوحنا الأولى: الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا، ومحبته قد تكملت فينا. وما يقوله بولس في تيموثاوس عن الله: الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه. إذا كان هذا هو الحال، فلا يمكن أن يكون معنى قولي كما تزعمون من رآني فقد رأى الآب هو أن من يرى المسيح يرى الله، لأن ذلك طبقا للأدلة السابقة محال. لذا يجب أن نفهم النص مجازية، وهو ما يقبله العقل ويساعد عليه النصوص الإنجيلية الأخرى. بمراجعة بسيطة للإنجيل نجد أن مثل هذا التعبير جاء مرات عديدة دون أن يقصد به تطابق أو عينية حقيقية بين المفعولين. مثلا في إنجيل لوقا أقول: الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني. هل يمكن أن يكون هذا معنى حرفيا؟
وكذلك جاء في إنجيل متى: من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. ومثله في إنجيل لوقا: من قبل هذا الولد باسمي يقبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما. وجه هذا المجاز واضح، وهو أن الشخص الذي يرسل رسولا أو مبعوثا أو ممثلا عنه، فإن كل ما يعامل به هذا الرسول يعتبر في الحقيقة معاملة للشخص المرسل أيضا. إذا فسرت نص من رآني فقد رأى الآب حرفيا، فعليك أن تفسر هذه النصوص حرفيا أيضا. فكما جاء في القرآن الكريم كثيرا ما يأتي المجاز، مثل قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأيضا كما ورد في رسالة بولس إلى أهل غلاطية: لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. هل يعني هذا أن أهالي غلاطية متحدون في الجوهر والقوة وسائر الصفات، أم أنهم متحدون في الإيمان بالمسيح وفي شرف متابعته؟ وهذا هو الأقرب للفهم والعقل. وما ورد في إنجيل يوحنا: أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. هل يعني هذا أن الاتحاد بين التلاميذ هو اتحاد في الجوهر والذات وسائر الصفات؟ لا شك أن هذا الفهم محال. لذا المقصود هو أن يكونوا جميعا واحدا في حب الخير، وأن تكون غايتهم ورغباتهم واحدة، نظير الاتحاد بيني وبين الله في إرادة الخير والمحبة للمؤمنين. وهذا ما يفيده قولي في إنجيل يوحنا: وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. إذن كتابكم مملوء بمثل هذه الاستعارات. لماذا تفسرون استعاراتي عن نفسي بظاهرها، وتفسرون هذه الاستعارات الأخرى على غير ظاهرها؟ كما يقال عني: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. قد صنعت المعجزات بقدرة الله وليس بقدرتي أنا. قلتها بوضوح: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. لذا كيف يكون من المنطقي أن أقول إن من يؤمن بي يستطيع أن يعمل نفس الأعمال التي عملتها بل وأعظم منها؟ هل تعتقد حقا أن هناك من بينكم من يستطيع أن يحيي الموتى كما فعلت بإذن الله؟ فلتنظر حولك، وربما مات لك قريب أو صديق أو عزيز عليك. لماذا لم تطلب من أكثر الناس إيمانا بي أن يعيد إليك هذا العزيز؟ أين هو ذلك الذي يستطيع أن يصنع ما صنعت أو حتى أعظم مما صنعت كما تزعمون؟ فلتعلموا أيها الناس أن كل ما فعلته كان بإرادة الله وبإذنه، وليس لأني إله. لا قدرة لي ولا سلطان دون إذن الله. هناك عدة تعليقات يطالبني بها صاحب التعليق أن أقرأ الأناجيل التي تؤكد صلبك كما يزعمون، ويقول: اقرأي إنجيل متى الإصحاح 27 يتحدث عن صلب السيد المسيح، اقرأي إنجيل مرقس الإصحاح 15 يتحدث عن صلب السيد المسيح، اقرأي إنجيل يوحنا الإصحاح 19 يتحدث عن صلب السيد المسيح، اقرأي أيضا إنجيل لوقا الإصحاح 23 يتحدث عن صلب السيد المسيح. يا صاحب التعليق، إنك تستشهد بنصوص من إنجيل متى، مرقس، يوحنا ولوقا التي تتحدث عن صلبي المزعوم، ولكن دعني أذكرك أنني قد أوضحت سابقا نصوصا ونبوءات تؤكد عدم صلبي، ومع هذا أنت تأتي بنصوص أخرى تؤكد صلبي. هذا التناقض بين ما تقولونه وبين ما أتيت به يدل على عدم مصداقية الكتاب المقدس الذي بين أيديكم اليوم. فكيف يمكن للناس أن يثقوا في كتاب مليء بالتناقضات والكتاب مجهولون لم يعاصروني؟ دعونا نستعرض بعض هذه النصوص التي تريد الاستدلال بها. تقول في إنجيل متى: ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. وتستشهد بما ورد في إنجيل مرقس: فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. وأيضا من إنجيل يوحنا: فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. وأخيرا من إنجيل لوقا: ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. ولكن هذه النصوص التي تستشهد بها هي من أناجيل كتبت بعد فترة طويلة من رفعي إلى السماء بأيدي كتبة مجهولين لم يعاصروني. إذا كانت هذه الروايات تتناقض مع ما تنبأت به أنا عن نفسي ومع النصوص التي تثبت أنني لم أصلب، فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب الذي بين أيديكم معصوما عن الخطأ؟
لقد أخبرتكم بوضوح أنني لم أصلب وأن الله قد نجاني من تلك المحنة. أما النصوص التي تشير إلى صلبي فهي دليل على أن هناك تحريفا وتناقضا في الكتب التي بين أيديكم اليوم، فافتحوا عقولكم وتفكروا في حقيقة الأمور. كيف يمكن أن تصدقوا كتابا مليئا بالتناقضات؟ ولكن من هو المتحدث عن صلبك في هذه الروايات؟ هل أنت بنفسك قلت أنك صلبت أو سوف تصلب؟ لقد ذكر صاحب التعليقات أن هناك روايات تؤكد صلبي، وهنا يأتي السؤال: في أي من هذه الروايات قلت أنني صلبت أو أنني سوف أصلب؟ إذا نظرنا جيدا إلى النصوص التي يستدل به صاحب التعليقات سنجد أن الحديث عن الصلب جاء من روايات أشخاص آخرين وليس من كلامي أنا. لكن من هم الذين كتبوا هذه الروايات؟ هل هم شهود عيان؟ هل كنت أنا من قال هذه الكلمات؟ أم أنها نقلت عبر أشخاص لم يعاصروني؟ إن من يتحدثون في هذه النصوص هم رواة لم يعرفوني شخصية، وكتبت نصوصهم بعد سنين طويلة من رفعي. كيف يمكننا الثقة في صحة ما يكتبونه وهم لم يكونوا معي؟ لم أقل في أي مكان أنني سوف أصلب أو أنني قتلت. في الحقيقة النصوص التي نقلت إليكم تنبأت عني أوضحت أن الله نجاني من هذه المحنة، لكن تحريف الكتب وتناقض الروايات بين الأناجيل التي بين أيديكم اليوم هو ما يجعلكم تعتقدون أنني صلبت. ونصيحتي لصاحب التعليقات، أقول له: افتح عقلك وتأمل في تناقضات هذه النصوص وفكر كيف يمكن لروايات متضاربة أن تكون دليلا على الحقيقة. فكر جيدا في الأمر قبل أن تقبل شيئا لم أصرح به أنا بنفسي. التعليق التالي: أنت تتجاهلي أسفار العهد الجديد التي تعد بالعشرات، وأسفار العهد القديم وخاصة سفر أشعياء الإصحاح 53 الآية 7: ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. يا صاحب التعليق، إنك تستشهد بنص من سفر إشعياء: ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. ولكن دعني أوضح لك بعض النقاط الهامة. أولا، إذا كنت تؤمن بأنني إله فهل من المنطقي أن يوصف الإله بأنه كنعجة أو خروف؟ هل تقبل أن يقال لك إن والدك كان كخروف يقاد إلى الذبح أو كنعجة صامتة؟ بالطبع لا تقبل هذا الوصف على أي شخص عزيز عليك، فما بالك أن تقبله على من تعتقد أنه إله؟ هذا الوصف يتناقض بشكل صارخ مع فكرة الإله، فالإله ليس كائنا ضعيفا أو ذليلا كنعجة تساق إلى الذبح. ثانيا، دعنا نحلل النصوص الإنجيلية التي تظهر تفاصيل مختلفة عما يقال في إشعياء: إن الأناجيل التي بين أيديكم تروي أنني لم أكن صامتا كما يزعم في النبوءة. على الصليب صرخ المصلوب بأعلى صوته قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وهذه الصرخة تظهر قسوة وتعذيبا عظيمين، وتدل على أن المصلوب لم يكن صامتا بل كان يعبر عن عذاب وتفجع. قبل ذلك كان المصلوب يدعو الله قائلا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وهذا أيضا يظهر أن المصلوب كان في حالة من الألم العميق، ولم أكن صامتا كما يزعم في النص الوارد في الكتاب الذي يؤمن به المسيحيون حاليا. ثالثا، يجب أن نلاحظ أن النصوص التي تشير إلى صمت المصلوب وتذلله كنعجة صامتة قد لا تتوافق مع ما يروى في الأناجيل. فالنصوص التي تشير إلى صمت المصلوب قد تكون تحريفا أو سوء فهم لموقف كامل، فكيف يمكن لروايات متضاربة أن تكون دليلا على الحقيقة؟ إذا كانت النبوءات التي تتحدث عن صمت المصلوب لا تتطابق مع النصوص الإنجيلية التي تروي ما حدث، فهذا يدعو للتفكر وإعادة النظر في صحة تلك الروايات. إن النص الوارد في الإصحاح 53 من سفر إشعياء هو جزء من سياق أوسع يتناول معاناة شعب إسرائيل كأمة، وليس الحديث عن شخص معين. عندما نقول إن النص يتحدث عن العبد المتألم فهذا يشير إلى رمز للأمة اليهودية ككل التي عانت من الاضطهاد والتشتت. النص يصف العبد المتألم الذي تعرض للظلم والصبر على الألم وأصبح موضع احتقار وسخرية. يفهم الإصحاح في التفسير اليهودي التقليدي كإشارة إلى معاناة الأمة اليهودية خلال فترة السبي في بابل. آخر تعليق يقول:
وهل يستطيع نبي أو رسول أن يقول عن نفسه بأنه نور هذا العالم، وأنه الطريق والحق والحياة، وأنه القيامة والحياة، وأنه البداية والنهاية؟ وأي نبي كان له السلطان على الطبيعة بأكملها، يخلق، يحيي، يشفي، يأمر، ينتهر الأرواح الشريرة بكلمة وبهمسة وبلمسة؟ أنت تستشهد بآياتي وتعتقد أنها دليل على ألوهيتي، ولكن تأمل في معانيها بعمق وموضوعية. حين قلت أنا هو الطريق والحق والحياة، لم أدعي الألوهية، بل أتيت لأرشدكم إلى الحق الذي جاء من الله. فالطريق إلى الله لا يمر إلا عبر رسالتي التي تتفق مع ما أرسله الله للأنبياء من قبلي. ما قلته كان شهادة للحق الذي أرسلت به، وليس دعوة لألوهية منفردة. عندما أقول ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، فالمقصود أن الله قد منحني رسالة الهداية والتوجيه للبشرية ليجدوا الحق عن طريق اتباع تعاليمي والاقتداء بي. فالطريق الذي أتحدث عنه ليس جسديا أو ماديا، بل هو طريق الإيمان الصادق والسعي إلى الحق. أما الحق فكما ذكرت، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. الحق الذي أتيت لأعلنه ليس مجرد فكرة أو مفهوم، إنه الحقيقة التي أرسلني الله بها، وأريد أن أكون شاهدا لها. أنا جئت لأكشف عن طبيعة الله الحقيقية وعن إرادته، وليس لأزعم بأنني الإله. فمن يتبع الحق يسمع صوتي، لأنني أعلم بما أوحي إلي من الله. وكما قلت، الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. أما قولي أنا الحياة، فالله هو الذي منحني القدرة على أن أكون رسولا يحمل الحياة الروحية للناس. عندما أقول إنني الحياة، فأنا أعني أن تعاليمي تحمل لكم طريق الحياة الأبدية. فالآب الذي أرسلني أعطاني وصية أن أتكلم بما يعينكم على النجاة الروحية، فما أتكلم أنا به. فكما قال لي الآب هكذا أتكلم، حياتكم الأبدية تعتمد على قبولكم للحق الذي أتيت به، وإلا لن تجدوا طريقا آخر للنجاة. عندما تحدثت عن النور كنت أقصد النور الروحي، نور الحق والهداية الذي يهدي السالكين في ظلمات الضلال. لقد جاء في إنجيل يوحنا أنني قلت أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. وهذا يعني أن الله قد أرسلني لكي أنير للعالم دربهم نحو الخلاص والحقيقة. ولكن هذا النور ليس في كياني الشخصي، بل في الرسالة التي أتيت بها والتي تحمل لكم حقائق الله. البعض يظن أنني قلت أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وأني بذلك أزعم أنني إله يحيي ويميت. ولكن ما قلته هو أن الله منحني القدرة على أن أكون رسولا يحمل تعاليم النجاة والقيامة الروحية للناس. ولذا أقول الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. إذا كان الله قد أعطاني القدرة على فعل المعجزات، فهذا لا يعني أنني الإله. فالله أعطى الأنبياء قبلي أيضا القدرة على إظهار الآيات والمعجزات ليصدق الناس رسالتهم. تأملوا في النبي موسى الذي بأمر الله شق البحر بعصاه، حيث انقسمت المياه وتحول البحر إلى يابسة ليعبر بنو إسرائيل ويهربوا من جيش فرعون. كما قال الكتاب ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء. هل كان موسى إلها لأنه شق البحر؟ كلا، بل كان نبيا مرسلا يعمل بإرادة الله. ثم انظروا إلى النبي إيليا الذي عندما دعا الله استجاب الله لدعائه وأعاد الحياة لابن الأرملة بعد أن فارق الحياة. يقول النص مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمة، فقالت لإيليا ما لي ولك يا رجل الله، هل جئت إلي لتذكير إثمي وإماتة ابني؟ فقال لها أعطيني ابنك، وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقيما بها وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلهي، أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها، قد أسأت بإماتتك ابنها. فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهي، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. كذلك أنا، فإنني أحيي وأشفي وأفعل المعجزات ليس بذاتي بل بقوة الله الذي أرسلني. فكما أعطى الله موسى وإلياس القدرة على إظهار المعجزات، فقد أعطاني هو نفس القدرة. لقد أتيت لأشهد للحق وأنير الطريق للناس، ولكن كل ما أفعله هو بإرادة الله وليس من ذاتي.
وفي نهاية هذا الحوار يظهر الحق واضحا لكل من يبحث عنه بصدق. يسوع الذي قدم للعالم كنبي ورسول يوضح اليوم مرة أخرى من خلال كلماته أنه عبد لله جاء ليهدي الناس إلى التوحيد وليس ليدعو إلى الألوهية. كلمات المسيح تتحدث بصوت الحق وتنادي كل من يتبعون طريقه أن ينظروا في الكتب التي بين أيديهم ويفكروا في التناقضات التي شوهت رسالته الحقيقية. يا أيها الأحبة، إن الحق لا يختبئ ولا يتبدل بمرور الزمان. لقد أخبرنا الله في كتابه الكريم عن نبيه عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وهو يدعونا اليوم من خلال هذا الحوار للعودة إلى الإيمان الصافي بالله الواحد الأحد رب السماوات والأرض واتباع رسله الصادقين. وفي الختام أترككم مع دعوة من القلب: تعمقوا في البحث وافتحوا عقولكم وقلوبكم للحق، ففي اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى عليه السلام النجاة في الدنيا والفوز في الآخرة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد ومشاركة الفيديو. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.